تم تدشين وحده صناعيه اللي كتجي في اطار اولا تدوير النفايات البلاستيكيه وجعل من هذه النفايات البلاستيكيه ماده اوليه اساسيه في صناعات النسيج وفي الصناعات الاخرى. هذا المشروع جاء طبقا للتعليمات والتوجيهات الملكيه الساميه اللي كتركز اولا على الاستدامه وثانيا على السياده الصناعيه. هذه الوحده غتمكننا ايضا من تزويد بمواد اوليه الصناعه ديالنا، غتمكننا ايضا من اقتصاد الطاقه واقتصاد الكربون، وغتمكننا ايضا من هيكله هذا القطاع ديال تجميع هذه المواد وديال فرز وديال اعاده تدوير هذه المواد الاساسيه. سامي نعمان المدير العام ديال دوليدو المغرب، استقبال السيد الوزير الافتتاح الرسمي ديال دوليسان اللي هي شركه ديال اعاده تكرير ديال النفايات ديال بي او تي وتحويلها لافيب بوليستير، الالياف البوليستير. الحمد لله هذا المشروع اللي طلب واحد الاستثمار اجمالي كيفوق 200 مليون ديال الدرهم، واللي كينتمي ديال المشاريع اللي سهر عليه الوزاره ديال الصناعه، واللي الحمد لله واحد المشروع اللي مكننا من خلق واحد 100 منصب شغل قار وواحد 2500 منصب شغل غير قار، واللي غادي يمكننا من صناعه ازيد من 1000 طن ديال هاد الالياف ديال البوليستير في الشهر او 12000 طن في السنه. 12000 طن في السنه غادي تجي عبر تكرير الغوسيكلاج ديال 600 مليون قنينه ديال البي او تي، اللي قبل من هاد التكرير ديالها كانت كتمشي كنفايات واللي كتلوث البيئه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.